فاذا كان نحن مش معترفين ان 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 بالحاج وان جماعه المقاتله من ابو عبيده الزاوي من قايد من سامي الصعدي هذول اعداء تاريخيين لنا، قتلوا فينا من 85 الى الان، وهم يشكرون على خطوه نحن درناها، معنى ذلك هذا علامه استفهام كبيره جدا جدا. مع اني انا لا اخون الزملاء والاخوه والرفاق وابناء العم الذين قاموا بهذا العمل، فهم قاموا به لحسن نية، قاموا به لحسن نية، لكن وقعوا في أخطاء يعني المفروض أن هي يتم تلافيها يعني. طيب أن هي أولا طيب أنا نرجع لك نعرف الأخطاء.